طبعا انا عارفه ان اللي بيتابعونا دلوقتي كله بردان، في بطاطين، في احساس، في حاجات سخنه، في شويه بطاطا، في سوداني سخن، في حاجات كتير. طيب انا بقى عايزه اخدكم لحاجه ادفى شويه، هي مش ادفى خالص بس حاجه هقول لكم. تعرفوا هبه؟ هبه دي هي سبب الطقس البارد اللي احنا عايشينه. والله هبه بقالنا كده كام يوم ومش بسبب كده، هي هبه خلت التلج يغطي لبنان. هبه دي اسم العاصفه الثلجيه اللي ضربت لبنان، سوريا، الاردن، زي ما حضراتكم شايفين. هتقولوا ايه هبه دي؟ هو هبه ده اسم العاصفه الثلجيه واللي بتضرب الدول العربيه دلوقتي، كمان العراق اعتقد، وهيئه الارصاد الجويه. اللي شايفين المنظر عامل ازاي؟ مرعب. ما هي عاصفه ثلجيه وهواء وامطار. فهيئه الارصاد الجويه اللبنانيه قالت في بيان انه سر تسميه العاصفه بهبه، شايفين منظر التلج ده؟ اولا طبعا لبنان بيبقى فيها تلج احيانا، بس ده تلج، احنا مش بكلمكم على سويسرا ولا اوروبا، الكلام ده في لبنان والاردن وسوريا. فالمهم نرجع تاني لهبه والعراق، نرجع تاني لهبه واسمها. الاسم ده هو اختيار اسم محلي، يعني هم اختاروا الاسم ده وعلشان يميز العواصف اللي بتمر عليهم او بتمر على البلد. بصراحه انا مش عارفه اشمعنى هبه، يعني ممكن يبقى اسم تاني، وليه باسم يعني مؤنث، يعني حتى برضو يحطوا الستات في عواصف وحاجات صعبه، الستات هيقدروا على ايه ولا ايه يعني. المهم العاصفه دي طبعا اسمها على اسم مؤنث، وده اللي هيخلينا. بس انا عايزه اعرف هذه التاثيرات، زي ما انتم شايفين دي مش امطار عاديه، دي امطار ثلجيه، يعني ده نزول للتلج. وده حصل الحقيقه من يومين في يعني لبنان، وزي ما قلت لحضراتكم، وسوريا والعراق، وكان في تحذيرات يعني في لبنان كبيره ان الناس ما تمشيش على الاماكن الصعبه او الاماكن المفتوحه، او يعني تقريبا الناس تفضل في مكانها لحد ما يعدي اليومين دول يعدوا. اللي انا عايزه بقى اعرفه وانا كده بتفرج معاكم ده واحنا قاعدين في البرد، اولا عايزه اقول لكم الاستوديو اللي انا قاعده فيه لولا بس الاضاءه وكده وفريق العمل اللي موجود، فريق العمل كله الحقيقه اللي حاطط على ودانه حاجات، واللي حاطط كمامات، طبعا كمامات موجوده في كل حته، بس طبعا ودان مسدوده والدنيا برد يعني. لكن ده هيخليني عايزه اعرف البرد اللي احنا عايشينه بقى كلنا في مصر واللي حضراتكم حاسين بيه دلوقتي، سببه هبه؟ خليني اعرف اكتر من دكتور محمود شاهين، مدير وحده التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن، اهلا بيك يا فندم. حكاية هبه ايه؟ يعني هي هبه نعمه من ربنا وهبه من ربنا دايما، ولكن احنا بنقول بالفعل هذه العاصفه. هو انا هستأذن حضرتك لو صوت حضرتك يعلى شويه، او عندنا في الكنترول الصوت يعلى شويه، اتفضل. اسف. طبعا هذه العاصفه الثلجيه اللي بتاثر على بعض الدول العربيه زي سوريا ولبنان والاردن، وموجود ايضا تاثيرها في جنوب شرق اوروبا وفي تركيا. طبعا هذه المناطق عاده خلال شهر يناير من كل عام بتشهد مثل هذه العواصف الثلجيه، وده نتيجه طبعا تاثرهم بكتله هوائيه قادمه من سيبيريا. طبعا دي منطقه في روسيا تعتبر ابرد مناطق الكره الارضيه خلال فصل الشتاء. بالفعل طبعا هذه المناطق بتتسبب في انخفاضات شديده جدا في درجات الحراره في هذه المناطق، وتصل الى اكثر من 10 درجات مئويه تحت الصفر. ده اللي بيسبب طبعا هذه الكتل الثلجيه في هذه المناطق. تاثير هذه العاصفه على جمهوريه مصر العربيه هو ده اللي احنا بنشوفه بقى لنا اسبوع، وده هيستمر معانا خلال الاسبوع القادم. طب يا دكتور، يا دكتور علشان بس يعني طبعا الصور الحقيقه كلها موجوده في دولنا العربيه اللي احنا بنعرضها دلوقتي على الشاشه. بالنسبه لمصر يعني انا كنت لسه ببص على يعني ارقام الطقس، يعني الدرجات الحراره للاسبوع حتى اللي احنا القادم كلها منخفضه جدا، يعني بنتكلم بالليل على 5 و6 و7، وبالنهار رغم انه مشمس ولكن هتبقى برضو 15 16 17. هل ده ليه تاثير بهذه العاصفه الثلجيه اللي موجوده في المنطقه المحيطه بينا؟ ايوه فندم، ما هو طبعا ليه تاثير الكتله الهوائيه اللي بتاثر علينا قادمه من هذه المناطق،
ولكن زي ما بنقول دايما ربنا بيهدي مصر البحر المتوسط والبحر الاحمر. دول جبهات صد دايما بحالات عدم الاستقرار العنيفه اللي بتشهدها الدول المجاوره. تمام. انخفاضات شديده في درجات الحراره في هذه المناطق في فصل الشتاء. مرور الكتله الهوائيه على البحر المتوسط، البحر في هذا التوقيت من العام بيكون ادفى من الارض. مرور الكتله الهوائيه شديده البروده على البحر المتوسط بيحصل لها تحسن وتلطيف شويه، فبتجيلنا ببروده زي ما احنا بنشوف كده 7 و8 درجات و6 درجات في فترات الليل و15 درجه خلال فترات النهار. انما ما بتجيلناش طبعا درجات تحت الصفر زي ما هي موجوده هناك في مصدرها. الا طبعا مدينه سانت كاترين، وده نظرا لطبيعتها الجبليه وارتفاعاتها عن سطح الارض، هي المدينه الوحيده في جمهوريه مصر العربيه اللي بتصل فيها درجات الحراره الى ما تحت الصفر، من درجتين الى 3 درجات تحت الصفر في هذا التوقيت من العام. طب دكتور، عايز اعرف يعني هل متوقع انه في خلال هذه العاصفه او شده يعني البرد خاصه على الاسبوع الجاي ده ودرجات الحراره المنخفضه اللي هي 5 و6، هل متوقع ان يكون في اماكن في مصر ينزل فيها ثلج زي ما نزل قبل كده على سانت كاترين، شرم الشيخ، تجمع كان نزل عليه ثلج اصلا، هل ده متوقع؟ لا، هو حضرتك البرد اللي بينزل اثناء سقوط الامطار مع المنخفضات الجويه للطبقات الجو العليا دي حاجه، والثلج اللي بيتكون نتيجه انخفاضات درجات الحراره حاجه ثانيه خالص. تمام. الثلج اللي بينشأ او بيسقط نتيجه انخفاض درجات الحراره ده ما بيحصلش غير في مدينتين في مصر، سانت كاترين ونخل. وعاده سانت كاترين هي طبعا عشان مرتفعه شويه عن مدينه نخل في وسط سيناء، فاحنا بنقول ان بالفعل هي المدينه الوحيده في مصر اللي بتسجل درجات حراره بتقترب من 3 و4 و5 درجات تحت الصفر، هي مدينه سانت كاترين. ودي مدينه سياحيه في مصر طبعا، مزار سياحي مشهور جدا العالم كله بيجي له في هذا التوقيت عشان الجبال الثلجيه اللي بتكون موجوده في سانت كاترين من الدول المجاوره. انما باقي محافظات الجمهوريه هي انخفاضات شديده في درجات الحراره زي ما بتشوف، بتصل الى اقل من 7 درجات مئويه وتصل الى اقل من 5 درجات احيانا في محافظات شمال الصعيد. هي دي البروده الشديده اللي احنا بنشوفها في جمهوريه مصر العربيه في شهر يناير. احنا علينا نتدفى شويه بشويه الشمس اللي ربنا بيكرمنا بيهم صباحا وبالنهار، والليل بقى يعني يعدي ان شاء الله على خير. بنشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير وحده التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وهو فعلا الشمس بتبقى حلوه الحمد لله قد ما نقدر يعني نستفيد منها، والليل بقى ايه يعني هندخل البيات الشتوي شويه لحد ما درجات الحراره تتحسن.